هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام ناتي بكم الى ملخص هذا اليوم. مركز صحيح الشوط، الشوط الاول ذهب مع حرب العلي بن خليفه الرميثي باربع دقائق و26 ثانية وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار، اربع دقائق 26 ثانية جزئين من الثانية بالفعل. تهانينا لقائد الهجانة على هذا الفوز والانتصار وفاز بشوط السيارة، بينما ياتي الشوط الرئيسي للجعدان فكان رحال محمد مسهيل بن عويضان العامري صاحب التوقيت الافضل باربع دقائق 24 ثانية ست اجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الذي قدم رحال. ياتي الشوط الثالث في انطلاقة هذا الصباح فكانت الضبي لسعيد بن حمد العود العامري مع الموعد ومع الانطلاقة القوية في مركز صحيح الشط لتؤكد ايضا باول انطلاقات هذا المركز باربع دقائق 31 ثانية وجزئين من الثانية. ياتي الشوط الرابع فذهب مع مياس لاحمد بن محمد بن سالم المالكي في شوطنا الرابع، واكد ابناء السلطنة هذا التواجد الكبير والتحدي المثير فذهبت السلامات الى ابناء ايضا ميدان الدريس بولايه القابل بايضا اربع دقائق 38 ثانيه تسعه اجزاء من الثانيه. لياتي الشوط الخامس فكان هناك مع توجيه الحميد بن مبارك القصيلي المنصوري مؤكدا انطلاقه هذه ايضا الانطلاقة القوية في خامس الأشواط، فكان مركز صحيح الشط حاضرا بنجاحه الكبير وبحضوره المشرف والميمون الذي ازدهر به هذا الميدان باربع دقائق 31 ثانية وجزئين من الثانية. انطلق الشوط السادس فكانت الشاذلية لحمدان بن بخيت بن محمد الراشدي، فأكدت الشاذلية هذا التواجد الكبير من خلال أربع دقائق 38 ثانية خمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما ياتي شوطنا السابع فكانت شذل مبارك بن سعيد الوهيبي، فأكد مبارك بن سعيد بسالم الوهيبي بن فقاحي بالفعل هذا الأداء الكبير. تهانينا لأهالي الأبيض، تهانينا لأهالي منجم السبق على هذا الفوز. سلام ابو محمد سلام اربع دقائق 37 ثانيه اربع اجزاء من الثانيه. بينما شوطنا الثامن او التاسع بالفعل فكانت ناصية الحاضر الخليفه بن عمر بن مخيت المنصوري، فاكد ايضا بن عمر هذا الفوز والانتصار الجميل او هذا الغزال في ثامن الاشواط لحميد بن سالم بن سنوت الوهيبي، فاكد بن سنوت هذا التواجد باربع دقائق 34 ثانيه اربع اجزاء من الثانيه. تهانينا له والناموس على هذا الفوز، تهانينا الراعي كايده على هذا الاداء. شكرا سعيد وشكرا ايضا نسعد. ياتي الشوط التاسع فكانت ناصيه مع الموعد الخليفه بن عمر بن بخيت المنصوري مؤكدا هذا الانتصار باربع دقائق 43 ثانيه وجزءا واحدا من الثانيه. بينما شوطنا العاشر انطلق فيه معاند. معاند لابراهيم بن عبد الله بن حمد الدرعي، اكد الدرعي تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار اربع دقائق 37 ثانيه خمس اجزاء من الثانيه. تهانينا على هذا الاداء الكبير والتحدي المثير. بينما شوطنا الحادي عشر قدم احد ايضا الضيوف القادمين من المملكه العربيه السعوديه، فقدم بلش لرياض بن ثامر السعدون فكان راعي مبلش مع هذا الاداء الكبير بقياده العبقري عبد الله بن طويرش الوهيبي باربع دقائق 35 ثانيه وجزئين من الثانية. بينما ياتي شوطنا الثاني عشر فكان شاهين الحمد بن سليم بن سعيد الوهيبي، فاكد هذا الفوز والانتصار هنا من خلال هذا الاداء باربع دقائق 39 ثانيه ثمانيه اجزاء من الثانيه. هكذا انطلاقه مركز ايضا صحيح الشط بانطلاقاته القويه. ياتي الشوط الثالث عشر فكان وجل لحمد بن غريب بن راشد الاكتبي مؤكدا انطلاقه وجل من خلال اندفاعاتها الكبيره واندفاعاتها الرائعه. شكرا عبد الله الرفيسه على هذا الاداء والمتابعه. أربع دقائق 43 ثانية سبع أجزاء من الثانية. بينما يأتي شوطنا الرابع عشر فكان العدملي السالم بن علي بن سالم العامري، فكان هنا مع الموعد وهالي زاخر باندفاعة راعي فعايل، وراعي العدملي بالفعل يفوز بهذا الشوط بأربع دقائق 36 ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لأيضا سالم بن علي العامري على هذا الفوز. الشوط الخامس عشر كان مع راعي نشوان، فكانت سيدة لأيضا محمد بن مبارك بن سعيد المهيري هو مع الموعد راعي نشوان بو سعيد. تهانينا والناموس أربع دقائق 37 ثانية تسعة أجزاء من الثانية، كما أكد بأنه أيضا بالمشاركة له الشرف الكبير في أيضا مركز صحيح الشط في ميدان سويحان. انطلق شوط الختام فكان صائب مع الموعد الذي أصاب الهدف، فكان هناك أيضا خميس بن محمد بن مبارك المهيري بنفس الشعار
الشعار، فأكد 4:43 وجزئين من الثانية. تهانينا لمحمد بن مبارك المهيري ولسعيد بن محمد بن مبارك وحمد بن محمد بن مبارك على هذا الفوز والخميس، وأيضا مبارك وسلطان على هذا الأداء الكبير. هكذا وصلنا بكم إلى الختام مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة أبو ظبي الرياضية الثانية. نذكر بانطلاقة المساء بإذن الله تعالى في تمام الساعة الثانية والنص، مع أيضا أشواط اللقاية ومع مركز سيح الشط وفترته المسائية في هذا اليوم المبارك وفي هذا الانطلاق يوم 7 نوفمبر الحالي لعام 2018 الميلاد. شكرا للمخرج حسين السيد، شكرا أيضا موسى المندري، شكرا محمد بن مي العفاري، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف التعليق. محدثكم سالم بن علي الحبسي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى الملتقى في الفترة المسائية.